سجن النقب سجن غوانتانامو كل شيء لا يتصوره العقل، قتل، ضرب، جوع، فقر، مرض، 2000 أسير، أمراض مزمنة جدا، أمراض قوية جدا، وضعهم سيء جدا. لهم الله، أنا فرقتهم على اليوم لو متنا مع بعض. إن شاء الله بروحوا سالمين غانمين إن شاء الله. يا رب يروحوا يا رب، جعني مش أقل، ما حدا بتطلع علينا. الحمد لله على السلامة يا عم. سلام